فهذه المرأة يا أخواني كانت تحرم نفسها من الطعام وتطعم طفلها لمدة 5 أيام إخواني، لمدة 5 أيام هذه المرأة لم تأكل أي شيء. خالد وإمام مسجد إن حاسكي ساكي قريوتي عرورتي سهرتي دعيكو قريوتي وحكي إلمي سيني كأوينيو وحيقو قريوتي باهي درتي ورقاوي دادكي سوماليين ورقاوي مسلميتي ورقاوي دادكي صدخلا بحسن جيري هدي أدوح أودين إي هداد أودين هديقة أصو عاملية صانا وعي طليفك عشاشة كاقا موخضو شير قري فيديوغا وحي أدودت كو عابي باهيدا اي او قريو تحاسكي سواليبا اولادي سهرتيدا اي او مانت اللي المينيا اي او مانت اللي اوينيا عناقا اي اي شرطنا اي عيب نقوطة هاي دمان دادكي او قارا فيديوغا نوحربنا عاوة انا نو اساقنو اليه درتيس ان كو عابينو لتعابيرو على البر والتقوى ورانو اساقنو دادكا المسلمين وهي وادات سوريان دالكيني جوغنا ما أنت وحن آد وحن هاي إن حاسكي سجاجة ترت أي أجريوت ولي بقى كور جريوت رورت رورت على الأجورين هدي أدرمي ستة جريدة إن أجرت مالن تخيامنا أجرت مقال كان هدي أوكسو جرسي شير جري أبان أت أجدان وسوريان حاسكي سكني مت حالات أذك أي هاي ستة أذك دعوانا يا خوف والباء أو مسلم أمان تو حوكي بقى إنه سو جرب استاجو إنه عاويو إنه فيديو كان لايك صار سي شير جري حاسكي سن ودعي إلهي سبحانه وتعالى وحولي كل نفسي دائقة الموت نفو البوي لمنيسا أذيك الدعوان يوات لمنيسا حاسك هذا ويت لمنيسا أولاد هذا ويت لمنيان ما لنت قيامه ويجرتا وحق أو حقيقة مارك ما أنت أباها سوريان كا حالة دا أذيك إيه هاي ستو نباتة دا أذيك إيه هاي ستو حاسكي سيك جريوتي مغالنا نكو عصب وشيخ حافظ القرآن قرآن كأدو حفدي إسلام مركانا قيردي سأدو أخركرو ما أنت على الضحايا ستوال علي أن عاونو أنو استغنو فيديو غن هلا شير قرأيو قف والباء ورميسان مالين تقيامو ساعد قيام إن أجرتو غيردنا أي حق تهي ما أنت وحوكا قبهي يهي قرب استغ عد والباء أي آمسا كتابك قرآنك كريمك وعلاق قبهي يهي إني أباهن سو عابسو إني سي شير قرأيسا فيديو غن واد أجد قرآنك أيوها سا آد أيو أخيري سيهي آدو أمرو سيحي حاسكي سعيا كجيريوتي وإلمينيا عادو أخيرونيا ولا الأديق الدعواني خيرا دمان تتاقن لخيبسو أديق الدعواني فيديوغا شيرقرين حتى أولادي سخوسكي سمجوغان سوماليا وصوريا جوان أخي كلمتين مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني أنا أتيت إلى مقديشو من سوريا منذ 5 أشهر وأنا خرجت لكي أخرج زوجتي وأولادي، ولكنني اليوم أخواني كنت أبحث عن الناس الصادقين عن المتصدقين لكي يساعدونني في هذا الأمر، لأن تذكرة الطيران والفيز ما يقارب 11,000 دولار 11 دولار 1,000. فاليوم يا أخواني بحثت كثير بحثت وما ولكن لم أستطع، فأتاني خبر منذ 5 أيام فقط بأن زوجتي قد ماتت من الجوع والفقر والظلم، ماتت أمام أعين أولادها يا أيها المسلمون، ماتت وهي كانت تحرم نفسها من الزاد والطعام لكي تطعم طفلها الصغير، لأن في سوريا محاصرين لا يأتيهم باليوم إلا وجبة واحدة من الطعام لكل نفر، فهذه المرأة يا أخواني كانت تحرم نفسها من الطعام وتطعم طفلها لمدة 5 أيام إخواني، لمدة 5 أيام هذه المرأة لم تأكل أي شيء، فماتت من الظلم ومن الفقر ومن الجوع. وأنا اليوم أناشد كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أناشد الناس الصادقين الصادقين السارعين السارعين إلى فعل الخير، أناشد المسلمين الذين في قلبهم الرحمة أن يلغفوا بحق هذه الأولاد الذين موجودين في سوريا، ليس عندهم لا أب ولا أمهم ماتت أمام أعينهم ولا خال ولا عم ولا عمة ولا خالة لكي يواسون هذه الأطفال. فعندي 3 بنات صبيات فتيات وطفلان صغيران يا أيها المسلمون،
فيا أمة الحبيب المصطفى، يا أيها الشعب الصومالي الطيب الكريم، أتينا إليكم ونعلم بأن عندكم نجد من الكرم ومن الرجولة ومن المروءة ما يكفي، فأتيناكم يا أيها المسلمون كما أتيتمون منذ 15 سنة هجرت الناس من أرض الصومال ذهبت إلى سوريا، والآن اليوم بمشيئة الله عز وجل وقدرة الله أراد لنا أن نأتي إليكم لاجئون، فما أخرجنا من سوريا إلا الفقر والظلم والهول. فيا أيها المسلمون نسأل الله العلي العظيم في جل وعلا أن يرحم زوجتي وأن يدخلها في جناته يا رب العالمين، وأن يرحم الله عز وجل كل مسلم وكل موطن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سوف ندعو يا أخواني، فأمنوا وراءنا فعلها أن تكون الساعة الإجابة عند الله. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات. آمين. اللهم ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض. آمين. ويوم الحشر أمامك يا الله. آمين. اللهم يا ربي ارحم من كان ضعيفا يا الله. آمين. ارحم ضعفانا يا الله. آمين. أنت القوي المتين يا الله. آمين. كن معنا ولا تكن علينا يا الله. آمين. قد خابت الأمال إلا أمالك يا الله. آمين. قد قست القلوب يا أرحم الراحمين. آمين. اجعل الرحمة في قلوب المسلمين يا الله. آمين. اللهم اخرج من قلوب المسلمين القسوة يا الله. آمين. اللهم رد الإسلام ردا جميلا إلى دين محمد. آمين. اللهم يا رب اجمع كلمتها مع الحق. آمين. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. اللهم يا ربي ارفع غضبك عن أمة الحبيب المصطفى. آمين. اكشف الغمة عنا يا الله. آمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم يا ربي عليك باليهود الكفرة. آمين. قد بطشوا في الأرض وأنت خير الباطشين يا رب. آمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. آمين. اللهم يا رب أرنا بهم يوما. آمين. يا الله فهم ليسوا بمعجزينك يا الله. آمين. ليسوا بمعجزينك يا الله. آمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا الله. آمين. اللهم ارجع الكيدهم بنحرهم يا الله. آمين. اللهم فجرهم تفجيرا يا الله. آمين. اللهم يا رب يا ذا الجلالة والإكرام فك أسر المأسورين يا رب. آمين. اللهم فك أسر المأسورين يا رب. آمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم أصلح أحوال أخواننا في أرض الصومال. آمين. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا. آمين. ولا تجعل عيشتهم كدا كدا يا ذا الجلالة والإكرام. آمين. اللهم يا ربي ابعد عنهم شر الأشرار. آمين. وكيد الفجار وكيد الكائدين. آمين. وشر الحاسدين. آمين. اللهم يا رب آمين. ابعد عنهم شر الفتن مما ظهرت من باطن. آمين. اللهم عم الأمن والأمان والسلام في أرض الصومال في مقديشو يا رب. اللهم عم الأمن والأمان والسلام في مقديشو في أرضهم يا الله. اللهم يا رب اجعل كلمتهم على الحق كلمة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا معاشر المسلمين، يا أحباب رسول الله، يا من أنتم في الخارج، يا من تملكون المال، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في أخوتكم المسلمين المستضعفين في أرض الشام. اتقوا الله فينا يا أمة الحبيب المصطفى، نحن في كرب عظيم. نحن في كرب عظيم لا يعلم بنا إلا الله. فاليوم أولادي يتصلون علي في التلفون. بس بس بس. على خير يا عم. ويريدون أن يأتون إلي يا أمة الحبيب المصطفى، أنا لا يطلع بيدي أي شيء كان. يا عم صامت. لأنني لا أملك إلا رحمة الله وكتاب الله العزيز. لا أملك إلا رحمة الله. يا قرآن كعلى جعل رميسا ما لنت قيام إني دعيسو آمين سن إلا غير يونا يلا دمنا يو دم شذا أي حساب كدم بيسو وعلى قربا إني قرب إساقان آبهان مانتا سيدان أحنون صنايو سيدان أخيرونيو سيدان أعيشونيو سيدان أعينيو أي موقال كحتا هداد وحب أبوذن إنا شير غريسو أو إلهي درسيس أدو شير غريسو إن أنت رقم هذا رقم يا أخي هذا رقم إن تليفن كي سواكن إن وإبر لي حل سدح صدني سديد طواني سدح لباتني سيال إبر لي حل سدح صدني سديد طواني سدح لباتني سيال آيات أغسو دير كرتان وريا مسلم ور إلهي يا دات قانان عبانا نو إساقنو قف والباء مسلم دمير له دمخان يو ديق له إسلامر كان جعل كلمك لا إله إلا الله عد والباء جعل كلمك لا
إله إلا الله أنو استعنا أبهان أن سو قرب استعنا أن سو عابنا هل دولار نص دولار بقول دولار وحي أتقودين أن إله سبحانه وتعالى هريو أشيء أن دتك فقرة الصدقة اللي بحيو أن صدقة أتبع ستن مالين تقيامه أتكمو ذي سيد أبهان ما انتبات وجيدان حالة دقو كجيرو سيد أقود دباتي سنيا وحك أوين يو وعدب أسايا هاسو مركز صومالي وين إدول با أو مسلم آ أج كسوغان عالمك وعالاق عصانيا إني أسو قرب إساء إدول با أو عالم الإسلام كترسان إدول با عالم الإسلام آ أنو إساينو أهدد أمي ستين وصاحبكين عطوشرة شيخ إبراهيم مانتا وحق خالد وإمام مسجد إن حاسكي ساكي غيريوتي عرورتي سهرتي ذا أيكو غيريوتي وحكي إلميسين أيكو إينا يو وحي أو غيريوتي باهي درتي ورآوي دادكي سوماليين ورآوي مسلميتي ورآوي دادكي صدقات بحسن جيري هدي أد وح أودين إي هداد أودين أديغا أو سو عامين هيا سونا وحيا طليفة كاشاشة دكاقة موخدو شير غري فيديوغا وحي أد أودد كو عامي باهي ذا أي أو غيريوتي حاسكي سواليبا أولادي سهرتي ذا أيو مانت الإلمينيا أيو مانت الأوينيا أنيغا أي شرفنا إي عبنو قطهي دمان دادكي أو غار فيديوغا وحرمنا عاوة إنا نو إساقنو إلهي درتيس أنكو عامينو لتعامينو على البر والتقوى ورانو إساقنو داد كان المسلمين وهي وداد سوريان دل كيني جوغنا ما أنت وحان آدو وحننا هاي إن حاسكي سقاجة درتد إي أو غريوتو وليبا إي كور غريوتو عرورتو دورتو دمبين أساقا هاليو إن أخي مشكلة صدق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في أمتي إلى يوم القيامة. المشكلة أخواني أنني أريد أن أخرج أولادي من أرض الشام لأن زوجتي قد ماتت أمهم ماتت وأنا اليوم أبحث لكي أجمع لهم ثمن التذاكر والفيز الفيزا من سوريا إلى هنا ما يقارب 500 دولار وتذكرة الطيارة ما يقارب 1100 دولار فكل نفر بحاجة 1600 دولار فستة أولاد خمسة أولاد بكم يا أيها المسلمون؟ فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم كالبنيان المرصوص يشدون بعضهم لبعض فنحن اليوم التجأنا إلى المسلمين لا نريد أن نذهب إلى الكفار الكفار دول الغرب تعطينا الأموال يا أيها المسلمون الكفار تعطينا أموال لكن ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمح لنا أن نذهب إلى الكفار فأنا بين المسلمين فأنا بين أمة الحبيب المصطفى أناشدكم بالله أن تمدوا لي يد العون أعانني وأعانكم الله وجزاكم الله على كل خير وجعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله مركة إن تعوضيال إن واتوجيدان عدو البوض دمير لي وحاربنا إني أصوى دمخطان قريقة ودقية حتى لعقو إسكيقيت نيبا مهاي شمع الموت وحمعونين عرورتي سويقا جيسانتاي أذيك الدعواني أبهان سيدان وقويني مسلم كأسو سوريان كا وحن كا عصنينا انا سو عابسو وحي اد ابو دد اد اوغو سو درتو تليفك شاشه دكا مقلا كاميرا لغدو صاحبكين عطو شرو يدل نبت قلي بلشدي بنادر كونول ديبكا اي كو قبن الكترونيك مانتوا اي تي كبخين او هيكس اونلاين لو فرو على تليفون كاني واكي صدخاده ايغا خماده miyadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nooci u dambeeyay oo waliba aad ku helayso habka online ka adigoo waliba barta Facebook ku qorayo Hixi online waxyaabaha laga helo waxa kamida Hixi online iPhone Samsung Galaxy Samsung A10s iTel ayaad ka helaysa wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqda.